يلعبون في هذا سلوك غير سوي وغير أخرى تتعلق بالنقل المدرسي وهذا إلى درس تطبيق. بمناسبة الدخول الاجتماعي لسنة 2024-2025 اتخذت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران جملة من التدابير والإجراءات الأمنية لإنجاح هذا الموعد الدراسي بتحضير الوسائل المادية والبشرية من الفرق الإقليمية سرية أمن الطرقات وكذا أفراد فرقة حماية الأحداث من خلال برمجة دوريات لتوفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التربوية بجميع أطوارها خاصة في الفترة الصباحية والمسائية التي تصادف دخول وخروج التلاميذ من المدارس بالتنسيق مع جمعيات فاعلة في ميدان أمن الطرقات وكذا الشركاء الاجتماعيين الفاعلين. تم تنظيم حملات تحسيسية توعوية من طرف أفراد فرقة حماية الأحداث حول السلامة المرورية والمخاطر التي يتعرضون لها التلاميذ التي ترافقهم طيلة الموسم الدراسي. لحماية أبنائنا المتمدرسين وضعت قيادة الدرك الوطني الخط الأخضر المجاني 1055 تحت تصرف كافة المواطنين. يعني اليوم الدخول المدرسي لهذه السنة سنة 24-25 تميز يعني بظروف جيدة وممتازة أقول، فالعديد من المؤسسات كذلك هذه السنة تم تدشينها وتدخل الخدمة، تم المتوسطات، تم المدارس الابتدائية، تقريبا يعني 20 مطعم مدرسي، 61 ملعب، أكثر من 50 قسم تاع توسعة. كل هذه الإنجازات تم استلامها قبل يعني هذا الدخول، وفي منشآت أخرى سيتم استلامها إن شاء الله في شهر ديسمبر. هذه المنشآت التي سيتم استلامها خلال شهر ديسمبر ستقضي نهائيا على مناطق الضغط على مستوى الولاية. ما زال في 2 أو 3 مناطق تاع ضغط يعني معروفة على مستوى الولاية. نظن باللي باش بالاستلام تاع ما هو ينجز حاليا من متوسطات وثانويات وابتدائيات كذلك على مستوى مختلف تراب الولاية سيقلل أو سيعمل على يعني كما يقولوا التخلص نهائيا من مناطق الضغط المتواجدة والنقاط السوداء. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.